معنا من غوريس مراسل سكاي نيوز عربية سمير عمر، حدثنا عن هذه الاشتباكات وصداها سمير. فضيلة، توشك شمس اليوم 22 على بدء هذه المعارك في إقليم ناغورني كاراباخ ومحيطه في 27 من سبتمبر الماضي على الرحيل، مخلفة وراءها عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين المتحاربين. أذربيجان على الجانب تقول إن القوات المسلحة الأرمينية تمركزت منذ منتصف نهار هذا اليوم وأطلقت نيران مدفعياتها الثقيلة وأسلحة الهاون باتجاه 4 بلدات خارج نطاق المعارك الدائرة منذ بدأ القتال في 27 من سبتمبر الماضي. وأضافت أذربيجان أيضا إن أرمينيا لم تخرق فقط الهدنة الإنسانية ولكنها أيضا استهدفت عدة مواقع مدنية خارج حدود خط النار. المدعي العام في أذربيجان قال أيضا فضيلة إن القوات الآذرية استهدفت خط نقل النفط في باكو وهذا ينذر بعواقب اقتصادية وخيمة. على الجانب الآخر أصدرت أرمينيا بيانا ردا على هذا الاتهام المتعلق باستهداف أنابيب نقل النفط وقالت إن هذا أمر كاذب وهو يعني محض كذب وافتراء حتى لا يستحق مجرد الرد عليه. أرمينيا أضافت أيضا إن أذربيجان لم تكتفي فقط بخرق الهدنة الإنسانية ولكنها وسعت نطاق المعارك واستهدفت مدنيين واستهدفت مدرستين وأيضا قامت بتعذيب عدد من المواطنين السلميين عندما تم القبض عليهم كأسرى حرب أو كمعتقلين خارج نطاق المعارك الدائرة في إقليم ناغورني كاراباخ. هذا يدور فضيلة بينما تبذل جهود دبلوماسية لا يبدو أنها ستؤتي ثمارا في القريب العاجل لكنها على الأقل تدور وتحاول الأطراف الدولية دفع الطرفين المتحاربين والقوى الإقليمية المعاونة لهما على الالتزام بوقف إطلاق النار بينما يعني يلوح الطرفان باستخدام المحاكم الجنائية وتقديم ما لديهم من أدلة تثبت تورط الطرف الآخر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة حتى على حسب تعبير أرمينيا في بيان صادر اليوم. شكرا سمير عمر من غوريس.